المؤشر اللي زي ما بقولك عمارة ايه اللي احنا نبقى كويسين. خلاص كابتن علاء نبيل وهو مدرب منتخب مصر الان، ووفق هذا التشكيل اللي هو موجود او وفق هذه المجموعه اللي حضرتك يعني باعتبارك المدرب اخترتها، كيف تتعامل مع مباريات الادوار التاليه؟ لازم اشوف سلبياتي في الثلاث مباريات اللي عملتها. عندك سلبيات فنيه، عندك نص ملعب مفتوح تماما تمام، عندك ثغرات دفاعيه غير طبيعيه، عندك بطء العمود الفقري بتاع المنتخب، عندك فيه مشكله بدايه من البطء اللي موجود في السرد باكين، بالرغم ان هم عندهم قوه وعندهم، لكن في عنصر سرعه موجود. يعني امبارح الكره بتاعت احمد حجاز اللي اتلعبت من وراه، لو هو سريع كان دخل شطه اللي هي كانت انفراد تقريبا وشاطها يا كابتن، بس هي يعني ما هي بس بطء، لو هو متمكن بسرعته كان طلعها عادي جدا تمام. تيجي تخش على نص الملعب، الوحيد اللي بيحارب في نص الملعب وموت نفسه طارق حامد، مين جنبه؟ احنا بتلعب بتلعبش في الدوري الممتاز، ما بتلعبش فرق، لا ده انت بتلعب فرق على مستوى عالي افريقيه، معدوم طارق حامد لوحده، انني علامه استفهام كبيره جدا. هي علامه الاستفهام الوحيده؟ لا بتكلم على في نص الملعب، في نص الملعب كحته دفاعيه او كواجب دفاعي مش موجود. ليه ما لعبش بطارق حامد ولا لعب بثلاثه في نص الملعب، ثلاثه مدافعين ستاره قويه في نص الملعب احمي منتخبنا؟ انت النهارده فاقد عبد الله السعيد تماما، ليس له وجود في الملعب، راس حربه مش موجود، اعتمادك كله على محمد صلاح وعلى تريزيجيه. انا العب بثلاثه مدافعين في نص الملعب، طارق حامد ودونجا بقى، واشوف اي حد ثالث، عشان كده كنا بنقول عمرو السوليه لازم يبقى موجود، لازم تمام، عشان كده بقول لك الاختيارات. راس حربه جربنا مروان وجربنا كوكا وجربنا صلاح، ادي فرصه لاحمد علي هداف الدوري المصري تمام، فنلعب بتريزيجيه ومحمد صلاح واحمد علي، يبقى انت كده ضامن على الاقل شكلك، لانك النهارده في فرقه منتخب مصر كسبان 2-0 كونغو، الماتش اللي مش الاخير ده كسبان 2-0 وان سايد جيم، الشوط 45 دقيقه مضغوط في نص ملعبك، ده انت راجل كسبان يا راجل، ما انا تلعب كره امتى؟ انت راجل كسبان 2-0 الضغط بالمنظر ده، في فرقه عايزه تاخد بطوله تبقى بالمنظر ده؟ امبارح برضو في الشوط الثاني انت بتجيب وقت في تجيب جون ربنا بيسهلها لك في توقيت قاتل، بص اول ما الكره تيجي في العارضه وتطلع تعرف المصر خلاص هتكسب، زي ما حصل في الكون، اول ما جت الكورتين قلت لهم مبروك مصر كسبت، مفيش دقيقتين هوب جون. فاعتقد ان احنا غلابه يا كابتن والله. امبارح اول مره اتفرج على فريق، عشان ما كانش عندي استوديو، فكان اول مره امبارح اتفرج في وسط الناس، انا فرحت ان الناس فرحانه. ما هو شفنا احنا دلوقتي الناس الناس فرحانه، الناس عايزه تفرح، بس برضو في ناس بتوع كوره بيقول لك في مشكله، فانت لازم تشوف سلبياتك اللي حصلت في خلال المباريات وتشتغل، هو ده المدير الفني. لكن هعاند واقول لا او مش لا، لان احنا عمالين نتمسك العذر، اصل دي مباراه افتتاح، اصل احنا خدنا الغرض من المباراه، اصل احنا خدنا مش عارف ايه، كلها اسباب غير مقنعه.